حبيبي يا حبيبتي لك يا سعد قلبي يا عمري طمني تسع مع كل بالي مشغول عليك لك ايه معقولة انا اضمر شي على وشك وما يزبط معي معقول لك يقبرني الحمد لله يا ربي طمنتني كتير كان بالي مشغول عليك يا بيبي خير شوف خدي هدول لا تريدي لا لك لا يا عمري والله بزعل منك يعني انا ما بدي كنت عم بمزح معك دخيلك انا خديهم وصرفيهم وحياة عينك الك بعد منهم احلى هدية لك الله يخلي لي اياك يا عمري يا غنوجي انت بتعرف شو أصلاً أنا الله كتير بيحبني إنه بعت لي واحد مثلك يكون سند لإلي ويحميني ويحبني حبيبتي عمري طالما أبو خالد من جنبك لا تخافي من شيء أبداً ليش ناوي تتركني يا عمري؟ أتركك لك أنا ما بقدر والله بروح حالي إذا بتركك يقبرني تقبرني أنت طيب شو رأيك اليوم بما أنه صحتك قوية أعمل لك كاس وسكي وأنتي؟ أنا يعني أشرب شوي صغيرة دخيل الشوي تبعك هذا اللي كان ناقص طلع لي فنة جديدة إنه يسكر على حاله الباب ماشي بس أكيد بيكون جاع أنا بعرف كيف طالعوا من غرفته شوفي شو صار ديما ديما لا تخاف قطعت الكهرباء لا تخاف تعال طبعا بابا ما بدك تشوف الأخبار أنا خلص ما عاد أتفرج على مسلسلات تركية وضارب عليك اشتقنا لخناقاتك معه أنا أمي طيب إذا رفقاتك ما بدك تشوفك ونحن كمان ما بدك تشوفنا شاملي بالله خليكي هون حابب اقول لك صباح الخير اذا هيك اتصل فيني الصبح اللي صار هداك اليوم هو استثناء بس لانك مريض ابدا ما بدي كذب على فريدة مره تانية طيب ربع ساعه بس عشر دقائق خمسة دقيقه لا كرمال الله يا الله يا منصور احيانا بحسك مثل الاولاد الصغار اي عادي جوات كل واحد فينا في ولد بيطلع فجاه بده مين يغنجه يدلعه خمس دقايق لا تكوني بخيلة وانت كمان لا تكون طماع طمعي على قد جمالك انت كلك مختلفة ريحتك بتدوخني كرمال الله ضلي يا الله يا منصور اذا بتضل تحكي هيك ما رح اطلع للصبح بدي روح لا لا طيب خلص مثل ما بدك معناتها خليني وصلك مشان ما تتأخري على الحواجز تكي اللي غيرت يا بي سمعتي بلش الخبط هلا بدك تدوقي خلطة أبو خالد السحرية بالله عليك شو كانوا فتوشات المرة الماضية؟ أولي على قلبي شو شلون كانوا؟ إلا هلا ما عم بقدر أنسى تعبتهم تقبرني إذا بدك طلعي لي العدة هلا بربع ساعة بساوي لك إياها لك لا لا حبيبي شو تعمل لي تعال أنا متت من جوعي أصلا يلا هات الخلطة السحرية تبعك ايش يا غلي بالزحة للعقل تفضلي ها يا ويلي يا ويلي بشي بشهي يا عمري نشوف خلطة حبيبي شلون؟ على قلبي حبيبي مو معقولة كيف فترة عقبالك تعملها بتجنن معناته اليوم أكلنا بس باذنجان ونهي الخلطة هذا الأكل عطيه للناطور خطية خليه يأكله هو لك تقبل قلبي شو كريم يا عمري أنت يا أحلى شيف بالعالم كعبو أبيض اليوم فضحت لك المجتمع رجال بيشغل مرته وأب بيغتصب بنته لا وبيسموها عاهرة والست فاتنة بتعترض رح قوم ساوي لك قهوة بتصدقي هالفاتنة نكتي لا وبتطالب بالمواقف الحازمة إياكي تغجري فيني جامو
أنا تحملت كتير وجع، كنت عم موت باليوم ألف موتة، وهلا صار من حقي سكن الوجع اللي أكل روحي طول الوقت. لا تخجلي فيني إن شاء الله، رغم كل شيء أنا أم منيحة، منيحة مو ما بتحبوا تشوفوا حدا بالبيت مروق؟ شو يلي باصت بنتي الحلوة الأمورة؟ سر. شو؟ ما قلتوا لي كيف صارت مارلين مونرو؟ على شطورة وجهها؟ يلي بيسمع ابنك بيفكرها ملكة جمال وإجا مين يشوهها؟ أساسا هدول أشكالهم مضحكة. هون بابا أنت صرتي منيحة؟ منيحة؟ أوكي، أوكي. أكيد عم يحاول يغيظني، لو ما بهمه ما كان سوا هيك. بلاها هاي الحركات. ايه أنا حركات عامل حالك مو فهمانة لي؟ شبك يا ديما؟ اليوم عم تصرفي تصرفات غريبة ومو مفهومة. ومين هاي بلا زغرة؟ هالوحدة وقعت وساعدتها، ما فيها شي يعني. يعني حركات البنات المعتادة تبع التطبيق. يا ستي كل ما صارت هالشغلة بحس بحالي رجعت صبية. من يوم هالشاي عبطلت تجيني وانا على هالحال. شبك ولتش؟ اشوف وشك احمر واخضر ولا كأنك متجوزة. الهام انت مو معقول كيف بتحكي؟ مثل هالعالم ما يحجون. هلا قليلي وش صار معك مبارح؟ اسكتي، طلعت الشغلة مالها سهلة بنوب. طلع بدك تساوي تحاليل بالأول ليشوفهم الدكتور، بعدين أدوية لمدة 15 يوم، بعدين بصير زرع النطفة. فقلي خير إن شاء الله. بس شفت وحدة هنيك يا حرام، عاملتها 5 مرات وما زبطت، عم جوزها تجوز عليها. الله عين هالحرمة شو بيكركع فيها الزمان، تلاقيه هو اللي ما يخلف زي فضيلة اللي عندك. مرحبا أبو الرحمن. أهلين. ناولينا زر قهوة إذا يلا هات. يسلم. دقيقة
تعال امسك. الله يعطيك العافيه. اهلين. ولي على قامتي، ولي على قامتي، سمع الحكي اللي كنا عم نحكي لك؟ هذا انت ايش انت؟ قول ما سمعنا، ما سمعنا. بعدين هو وجوزك من سنتين ما يحشون مع بعض، مشان هيك رح يفضحوا. ولي على قامتك يا ليلى، ولي على قامتك يا ليلى. مرحبا. اهلين انت عايشه، تفضلي. ليش عم تحكي معي وكأني وحده غريبه؟ لانك فعلا طلعتي غريبه. حلو، معناها خلينا نحكي بالشغل. والله يا ريت شرفي. شو ممكن نختار شعار للحمله؟